اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن رامي عادل. ازيك يا روميو؟ ازيك يا سلوم حبيبي؟ إيه؟ حبيبي وحشني جدا جدا. ده انا مغيره خالص يا كريم، خلي بالك ما كانش كده يعني. هو ايه اللي استجد؟ مش عارف يعني نساله بقى. في حاجه مريبه. اولا سعداء لوجودك معانا، منور بيتك. سعداء جدا لوجودك حضرتك معانا، وطبعا عندنا كتير جدا من التفاصيل بقى نتكلم معاك بخصوصها. بطبيعه الحال اغلبها متعلق بالنادي الاهلي ومشاركته في مونديال او في كاس العالم للانديه. انا عايز بعد اذنك يعني نبتدي معاك برؤيتك العامه لمجرد فكره وصول النادي الاهلي للمربع الذهبي في هذه البطوله، برغم كميه العكوسات اللي حصلت معاه، غيابات اللعيبه الدوليين، الاصابات الى اخره. فمجرد الوصول للمربع الذهبي شايفه ازاي؟ ورايك لو كان الوضع، لو كان الاهلي راح بكامل قوته بكامل كتبته ومن غير كل الاصابات ولا الغيابات اللي احنا بنشهدها دي، كان الوضع ممكن يفرق الى اي درجه؟ طب الاول بقول طبعا انا سعيد ان انا مع حضرتك ومع اسلام طبعا اخويا، طبعا يعني وحشني جدا جدا يعني، وموجود في بيتي في قناه النادي الاهلي طبعا يعني. طبعا طبعا الاول بقول يعني هارد لك على الماتش امبارح النادي الاهلي. يعني ادى اداء كويس بصراحه، يعني رغم الظروف زي ما حضرتك قلت في الاول، طبعا الظروف كانت صعبه جدا، غيابات كتير. انا حتى استغربت جدا لما لقيت عمرو السوليه بادئ في الماتش، يعني انا قلت يعني بالنسبه لي كانت حاجه صعبه جدا، لاعب في افريقيا ماتشات كتير، والراجل اشترك بنسبه كبيره جدا في المباريات في افريقيا، وكان لعيب اساسي وجي من سفر على الملعب، فاستغربت لما لقيته في الملعب بصراحه. هي التفصيله دي لوحدها دلاله على حاجه، بتدل على شيء ما مدى احتياج الفريق لوجود عمرو السوليه من اول لحظه. اكيد طبعا، اكيد طبعا. لا خلي بالك برضو لانه مش مكان مجدي قفشه مثلا، وهو ما عندوش حد يلعب في هذا المكان تاني. يا عمرو يا حمدي، هو يمكن اختار عمرو عشان اقرب للناحيه الهجوميه شويه. ايوه شويه بيلعب ثلاثه قدام بالظبط كده. فطبعا لا الظروف في عكسه طبعا مع النادي الاهلي جدا، وان هو وصل للمكان ده طبعا كويس جدا رغم الظروف اللي عدت عليه. بنتمنى له بقى التوفيق في الماتش اللي جاي. الماتش اللي جاي ده صعب جدا طبعا. ماتش احنا شفنا النهارده الهلال، اتفرجت على الماتش النهارده؟ شفت النهارده بنسبه كبيره يعني، بس معظمه على الموبايل يعني. بس لا الهلال فرقه كبيره، فرقه كويسه جدا طبعا. النهارده ادت اداء كبير جدا قدام تشيلسي. يعني الواحد كنت لسه بتكلم مع حد كده فبقول له بصراحه ان الواحد مش عارف يعني تشيلسي جامد ولا الهلال جامد. انا مش عارف بصراحه. صحيح. الماتش كان غريب. صحيح. يعني الشوط اول مختلف عن الشوط الثاني تماما. جدا جدا جدا. فرقه بصراحه محترمه وعندها لعيبه مميزه جدا يعني. فالماتش هيبقى صعب جدا على النادي الاهلي، بس ان شاء الله الاهلي يقدر يعمل حاجه باذن الله كويسه ان شاء الله.